بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا دعاة خير وتوحيد ووئام ومحبة يا حنان يا منان. ناخذ الآية 37، عاود كلمة الأسباب اللي أنا شد انتباهه ويحب يوصل لدرجة معينة لتكذيب سيدنا موسى عليه السلام، وهذا اللي يعملوا معانا. راه حطوا بالكم تاريخنا الكل مع أهل الحكم اللي يدعي الإسلام ولا اللي يدعي الكنسية ولا يدعي اليهودية، ما عندهم حتى شيء معانا إلا أن يقضيوا علينا ويرتاحوا منا. وهذا الإسلام حشناش بيه، أول ما يجيب كان البلاء، وقت البلاء هو أنتم أصل له، هو أنتم أدواته وأدوات أدواتي، وأنه مجر بلا حساب على طول. سي اون سويت دو تيروريسم انتليكتويل، اون سويت دو درام، دو سكوندال، اتسيتيرا اتسيتيرا. والسلام.